مرحبا بالفنان والنجم الصاعد ابراهيم صبري، اهلا بيك في بوابه اخبار اليوم. اهلا بيكم جميعا. عايزينك تكلمنا عن مشاركتك في السيزون ده، السيزون الثاني ليك والرابع من تياترو مصر، صح؟ المشاركه السنه دي الموضوع يعني اكثر يعني تطورا شويه وتقدما، يعني عايزين نعمل مسرح كده يوصل لكل الناس، مش شرط في المسرح بقى، يوصل لكل الناس في التلفزيون والعائلات ويكون في مسرح وزي ما انت عارف تجربة تياترو صعبة، انت بتعمل حوالي 4 عروض في الشهر وتجربة لازم تبقى 4 عروض غير البروفة ولا بال 4 عروض؟ 4 عروض يعني بالبروفة بيبقى كام بروفة؟ يعني انت مثلا دلوقتي احنا بنعرض العرضين دول، احنا بنحضر بروفات لعرضين جداد اللي هو المفروض تشوفهم الاسبوع الجاي، اللي هو يعني ممكن بعد ما نخلص النهارده نعمل بروفتين يعني عادي. فانت عندك الاسبوع الجاي بروفتين جداد لعرضين جداد، فهي دي الفكره، الضغط واللي هو حاجات على طول لازم الفكره تيجي تستوي بسرعه وتحاول ترستها، وفي نفس الوقت يعني هي بتدي خبرة، طبعا دي مميزاتها، فخبرة عالية جدا، وفي نفس الوقت بتحاول تطلع الحاجة على يعني افضل شيء، فافضل شيء يوصل للناس بحيث ان هم ينبسطوا منه.